السلام عليكم، حياكم الله جميعاً. أدري أني تأخرت عليكم بهذه الوصفة، بس حبيت أوصلها لكم بأجمل وألذ وأسهل صورة. شوفوا كيف الكاسترد، وشوفوا كيف اليد اللي ما قاومت هاللذاذة ما شاء الله. وهنا النوتيلا، يا سلام العجينة هشة وجداً لذيذة. ولا تنسوني من اللايك والكومنت اللي يسعدني. عندي هنا 3/4 كوب ماء دافئ، ربع كوب سكر، وملعقة صغيرة خميرة. أغطيها وأخليها 10 دقائق. بعد كذا أضيف 3 بيضات و4 أكواب دقيق منخول، استخدمت الكويتي، ورشة ملح، وملعقة صغيرة من برش الليمون. إذا تحبون نكهته لا حطوا الفانيلا. ونبدأ نعجن. بعد كذا أثناء العجن راح نضيف 1/4 زبدة لينة مقطعة، يعني 100 جرام من الزبدة، ونعجنها زين ونطول بالعجن لين تصير عندنا عجينة لينة وناعمة زي ما انتم شايفين كيف البرش الليمون واضح بالعجينة. نغطيها ونخليها تخمر 2 ساعات، وهذا شكله بعد الخمر ما شاء الله تبارك الله. نمسكها ونبدأ نقطعها ونكورها كور صغيرة. إذا ما تحبون هذا الطريق وخايفين منها طريقة التشكيل زي ما أنا سويت، ممكن تفردونها فرد زي الدونت العادي، وتقطعونها بقطع دائرية وتخلونها تخمر حول 1 ساعة. بعد كذا تقلونها بالزيت من الجهتين بهذه الطريقة، وبعد القلي نخليها تبرد بس شوي حبتين، ونغلفها بالسكر الناعم الخاص بالحلويات، ونطعنها بالسكينة بهذه الطريقة، ونبدأ نحشيها. هنا عندي حشوة الكسب، إذا تبون الحشوة اكتبوا لي بالكومنت تحت عشان أحطها لكم فيديو. هذا النوتيلا، وبألف صحة وهنا علينا وعليكم، جدا لذيذة. أهلين، اليوم سويت معكم براونيز، أتمنى يعجبكم. لذيذ وسهل، بس أتمنى تتبعون الخطوات. أول شيء راح نحتاج شوكليت داك، عندي هنا النوعية هذه صورتها معكم بالفيديو السابق، قطعتها قطع صغيرة واستخدمت كاكاو باودر، وعندي هنا نسكافيه راح أخليهم على جنب، وبعدها راح أذوب الزبدة لين تذوب بالكامل، وهي حارة راح أصبها على الخليط اللي سويناه بالبداية، وخليها على جنب كده 2 أو 3 دقائق، وبعدين أخلطها وراح يطلع لي خليط بهذا الشكل. أما للجزء الثاني عندي سكر أبيض وسكر بني رطب، وبعدها راح أضيف 6 بيضات. طبعا لا تنصدموا من كمية البيضات، ما راح تحسون فيها بالبراونيز، وراح أحط رشة الملح والفانيليا، وبعدها راح أخلطها بالخلاط الكهربائي لين يصير خليط كريمي، وهذا السر. وبعدها راح أضيف عليهم الخليط اللي سويناه بالبداية بعد ما يبرد، وأخلطها بشويش لين يتجانس الخليط. وبعدها الخطوة الأخيرة اللي هي الدقيق، راح أحط كوب دقيق وبس، راح يطلع لنا خليط كده ثقيل. راح أحطه بالصينية، عندي صينية مربع، أنا كفت صينيتين، راح أعطيكم المقاس الصحيح للصينية. وبعدها راح أحط ورق زبدة، وأحط البسكوت، هذا استخدمت هذا البسكوت المالح، وراح أدخلها الفرن لمدة 20 دقيقة. أول 10 دقائق راح أطلعها من الفرن، راح أخبطها زي كده بهذا الشكل عشان تطلع لي شقوق على الوجه، وراح أرجعه بالفرن مرة ثانية يكمل استواء. أنا حطيت بالخطوة هذه رشة الملح اللي هو ملح البحر، وهذا شكلها بعد ما بردت بالكامل. راح نقصص على شكل مكعبات، جربوها وعليكم بألف عافية. أهلين، اليوم سويت معكم سينابون لذيذ وهش، بصراحة معتمدته من زمان، أتمنى يعجبكم. بالبداية راح أسوي العجينة اللي هي عبارة عن موية دافية وخميرة، وأحطها مع بقية المكونات. راح أحطها وأحط المواد الجافة عبارة عن حليب بودر وسكر ورشة ملح وبيكنج باودر، وبعدين راح أحط اللبن والزيت والدقيق آخر شيء، راح أحطه تدريجي. إذا شفتوا يحتاج زيادة زي كذا ضيفوا زيادة دقيق، وراح أحطه بالعجانة يعجن على راحته. وبعدها راح أغلفه وأخمره. وللصوص الأبيض راح أحط جبن كريمي وكريمة خفق وحليب مكثف وفانيليا، وأخلطهم مع بعض وأحطهم بالثلاجة. وبعدها راح أفرد العجينة وأشيل الأطراف منها، وأحط خلطة القرفة عبارة عن قرفة وسكر بني وزبدة، وأحط المكسرات وبس. بكذا السينابون صار جاهز، راح ألفه وأقصه بالخيوط بهذا الشكل عشان يطلع مرتب، وممكن بالسكين لو حابين. وبعدها بصحن الفرن راح أحط من الخلطة اللي بالنص اللي هي القرفة، وأحط السينابون، وأحط عليهم كريمة خفق أو حليب قبل ما أدخل الفرن، وبكذا صارت جاهزة.
أتمنى تجربونها وتعطوني رأيكم فيها، وعليكم بألف عافية. وطبعا النكهات راجعة لكم، أنا هنا حطيت كراميل وبستاشيو والنكهة الأخيرة اللي هي نوتيلا، وبصراحة كلها رهيبة. أشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات الجاية. أهلين، وصفتنا اليوم راح تكون من المطبخ الروسي لكيكة العسل. صراحة أول مرة أسويها، دايما أشتريها جاهزة. فراح أسوي الكريمة أول شيء، عبارة عن كريمة خفق وكراميل جاهز وكريمة حامضة، وراح أحطه بالثلاجة، وعلى النار راح أحط الزبدة والسكر والعسل، أقلبهم مع بعض، وبعدها راح آخر شيء أحط بيكربونات الصوديوم وأخليها تبرد تماما. بعدها أضيف البيض تدريجي والدقيق تدريجي لين تتكون معي عجينة بهذا الشكل. أغلفها بالنايلون وأحطها بالثلاجة من 20 إلى 30 دقيقة تقريبا، وبعدها راح أفردها بهذا الشكل. طبعا العجينة تكفي كيكة واحدة كبيرة، أو ممكن 3 أو 4 كيك ميني. باختصار للوقت سويت حجم ميني عشان أوريكم الشكل النهائي، وكان سهل تزيينها صراحة. وطبعا مثل ما تشوفون بديت أزينها، الكريمة شوي كانت سايلة ما كانت متماسكة، بس مش الحال في الأخير زينتها وغطيتها بالبسكوت المطحون، أو يعني من نفس الطبقات طحنت الزايد. طبعا حطيتها من الليل بالثلاجة، قصيتها معكم عشان تشوفون الطبقات، صراحة مرة رهيبة، أنصحكم تجربونها.